كمان تفاصيل اكثر مع ضيفنا اسامه عقيلي، فنان وموسيقي معنا هو من بورصه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك سيد اسامه. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. كثير استمتعنا عن جد بالتقرير وبالعزف الحلو. اسامه بدنا نسالك كيف اجت الفكره او كيف تم العمل على جمع الفرقه وقد ايه اخذت معك وقت؟ هلا الفرقه تاسست لغايات فنيه بحته تتمثل بحب الفن والموسيقى والتعبير والجمال، وفي غايات اجتماعيه وتثقيفيه كمان تخص الشعبين العربي والتركي. بعد تجربه احتكاك المباشر بيناتهم اللي فرض بسبب الحروب ونزوح السوريين، فبدايه الامر يعني مثل ما بيعرف الجميع كان التقبل والاحترام هما الصفتين الغالبتين على الشعبين. لكن مع تقدم الوقت والزمن انكشفت لنا فجوة صراحة، يعني فجوة الثقافة والأعراف والتقاليد المختلفة إلى حد ما. يعني لهالسبب هذا اضطرينا نلجأ لجسر جديد، يعني غير جسر اللغة اللي هو كان عندك عائق اللغة مثل ما ذكرت بالتقرير، وفعلا تغلبت عليه من طريق عن طريق انك تعلمت اللغة. فيني اعرف منين تعلمت اللغة؟ هل هي مثلا من خلال وجودك مع العازفين والموسيقيين الاتراك تعلمت عن طريق المحادثة معهم بشكل مباشر، ولا الموضوع كان عبر اليوتيوب؟ لا انا تعلمت اللغة تدريجيا، لكن انا الان مع يعني ما عم بحكي عن حالي بس عم بحكي بشكل عام عن السوريين اللي هن ما يعني ما قدروا يعبروا عن ثقافتهم وعن نفسهم بسبب عائق اللغه. صحيح صحيح، وهذا استمر يمكن لعدة سنوات. ايوه بالضبط. فهل من هالمنطلق صار في عندنا فجوه بانه الشعب السوري عموما ما عم بيقدر يعبر عن نفسه، يعني ما عم بيقدر يورجي الشعب الاخر ثقافته يعني. فبالتالي من هون اجت فكره الفرقه لحتى نحن نعرض ثقافاتنا على بعض. طب اسامه، يعني ذكرت انه الفرقه كان لها عده اهداف، وصلت لليوم بعد تاسيس هاي الفرقه للاهداف المنشوده منها على كل الاصعده؟ يعني الحمد لله رب العالمين نحن عم نلاقي قبول كثير كبير وترحيب من يعني من الطرفين، سواء كان من الناس العاديه أو من الناس المختصة في الموسيقى. والحمد لله يعني سوينا تجربة حاليا بقت في يعني بالنجاح. والحمد لله يعني خير لقدام. طيب ليش الموشحات الحلبية يعني بالذات، وهل فعلا الشعب التركي تقبلها وأحبها؟ وذكرت أيضا الموشحات المصرية، وأنت أصلا محب للموسيقى العثمانية. هلا نحن مو بصراحه مو الموشحات الحلبيه فقط، هيك ذكرت فقط يعني بالتقرير، لهيك قلت لك المصريه والحلبيه. المصريه والحلبيه نعم. هلا عموما الموسيقى المصريه والحلبيه يعني قريبات من بعضهم. لكن انا بالنسبه لي يعني اعنى بالتراث، بالتراث بشكل عام. فالموسيقى التراثيه العربية سواء العربية والتركية يعني فيها تقارب. يعني هلا مثلا على سبيل المثال في بعض الألحان العربية والتركية ممكن يكون لملحن واحد، يعني ملحن كان مثلا فلنفرض عبد القادر المراغي كان في له ألحان عربية وألحان تركية. صحيح. فنحن عم نحاول نقارب مثلا ونحط الحان شبيهه حتى يعني تصير دمج بشكل جميل. اسامه، شو اللي ضافوه اليوم الاتراك للفرقه وبنفس الوقت كمان العرب؟ بالنسبه للاصدقاء الاتراك يعني اضافتهم كانت عباره عن يعني مساعده فقط بالعزف يعني، ووقفة جميلة كانت يعني من والأتراك. شو اكتسبوا من العرب؟ حقيقة هن يعني ردود أفعالهم كانت حلوة كثير تجاه الموسيقى العربية، وكانت تجربة كمان بالنسبة لهم جميلة يعني أغنت
أغنت ثقافتهم خلينا نقول، ونحن بالنسبة لنا نفس الشيء يعني، وصار في تأثير يمكن من قبل الشعبين. تماما تماما تماما. يعني احنا على طول بنشوف على السوشيال ميديا ممكن تكون اغاني عربيه بس عم يغنوها شباب اتراك فعلا بصوتهم الجميل، رغم يمكن هن ما بيعرفوا شو عم بيغنوا، لكن ادوا كلمات جميله لام كلثوم وغيرها اكيد سمعتهم، وفعلا هذا الشيء يمكن عم بيصير عندك بالفرقه. هل بتقيموا حفلات؟ طبعا نحن هلا انا بالنسبه لي يعني بشارك بالحفلات مع اتراك. يعني بغض النظر عن فرقة موسيقى، أنا بشارك بحفلات الموسيقى الكلاسيكية عموما التركية. بالنسبة لفرقة موسيقى أنا لحد الآن أجرينا حفل واحد، قلت لك قبل شوي يعني نال قبول كبير وكان في حضور كثير ما شاء الله، وكانت تجربة حلوة يعني. نشكرك أكيد صبري عبد الكريم بدرة صاحب أسامة بدي أعتذر منك سيد أسامة، كنت معنا من بورصة، بتشكرك بيتمنى كل التوفيق. أهلا وسهلا، شكرا لكم.